السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، رجعنا لكم تاني وحلقة جديدة وجميلة من كون كلمة في جملة. اليوم صديقة أرسلت لصديقتها رسالة، فقالت لها إيه في الرسالة؟ هل أنت في المنزل؟ ردت عليها صديقتها قالت لها لا أنا لست في المنزل، خرجت مع أصدقائي إلى السوق. هنكتب بقى الجملة دي إن شاء الله. صديقة بتسأل صديقتها بتقول لها إيه بقى؟ هل أنت في المنزل؟ هذا سؤال، هل دي أداة من أدوات الاستفهام بستفهم بيها، هل طبعا لأن كتير، معلش معذرة أقعد الكاميرا بس. بقالنا كتير ما كتبناش كلمة هل، ماشي؟ هنكتب كده هل، ها يبقى الهاء أو الحرف إيه؟ حرف الهاء. ليه بالشكل ده؟ لأن الشكل ده هو اللي بيجي في بداية الجملة، مش الشكل ده، ما دي هاء برضه ودي هاء، ده بتأتي في نهاية الجملة نهاية الكلمة، ودي بتأتي في نهاية الكلمة، بس دي بتأتي في نهاية الكلمة مع الحروف الستة دول اللي هما لو قبل الهاء ألف من ألف داء من غير همزة، أو ألف بهمزة، أو دال أو زال أو راء أو زاي أو واو، يعني أي حرف من الحروف دي بعده حرف الهاء أو التاء المربوطة يتكتب بالشكل ده، سواء هاء أو تاء إيه مربوطة، ماشي؟ أما الهاء دي هاء لازم يكون قبلها حرف متصل به وبرضه بتيجي في نهاية الكلمة. هل ها يبقى الهاء الهاء على ايه فتح، اخد الكلمه واقطعها حرف حرف. هل نطقت ايه، خرجت ايه، حرف ايه، الميم، قلت هم، قلت هن، قلت هس، لا قلت هل، لا 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 لا، يبقى اللام. هل الهاء نطقت بالكامل، اما اللام نطق جزء منها، ما قلتش ها لا لا او لي او لو كده نطقت اللام بحال، انما قلت ايه هل اللام اتخذ جزء منها في نطق ايه، اول لفظ من اللام لا لا، يبقى اللام هنا على سكون. هل السكون علامه خمسه صغيره كده يا حبايبي. هل انت احنا كاتبين الحروف دي يا حبايبي والكلمات دي في في حلقات كتير، يا ريت ترجعوا لها عشان تعرفوا كلمه انت وانت وانتم وانتما، دي كلها موجوده عندي في حلقه لوحديها كده. هل انت يبقى الالف عليه همزه، يبقى الهمزه عليها فتحه، ان بعد الالف نطقت النون، عشان اكتب الحرف اللي بعد الالف لازم انطق الالف معاه الاول، بعد الا ما اقولش بعد الا ايه، لا اقول ان يبقى النون ان. ركز بقى النون هنا انا ما فتحتهاش، لو انا مفتوحه كانت اسمها ايه نا، مكسوره اسمها ني، على ضمه اسمها نو، انما بقول ايه ن ان أن يبقى النون هنا على سكون، عشان كده بننطق الساكن مع اللي قبله أن مع بعض. وهنا هل أن تي 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 كله بيروح جاي، كاتبها لي كده، ويحط لي برضو تحتيها كسرة عشان يبين لي إن هو فاهم. تمام، كلام جميل. انت كده معلش كتبت غلط، ليه؟ لان ان تي تي التاء هنا حركه قصيره، حركه ايه قصيره، او اسمه مد قصير، مد قصير، ما قلتش ايه هل انت بالله كده، هتقول لها هل انت في البيت، هل انت في البيت، بتقول لها هل انت 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 تي تي تي. يبقى التاء لما يكون تحتها كسره يا حبايبي، التاء لما يكون تحتها كسرة
بنطقها اقول على ايه؟ تي تي. هل انت؟ طب لو انت تا يبقى التاء على فتحه، مش انت وتراجع عامل لالف، لا ما ينفعش، وانت وتراجع عامل لياء. انت وانت اللي بيفصل ما بينهم ان الحرف الاخير في كلمه انت عليه فتحه، انت الحرف الاخير اللي هو حرف التاء تحتيه كسر. هل انت في 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 كله لازم يعرف كلمه في بالشكل ده اهو، وتتحفظ وتتكتب، ساعه ما تشوفها تعرف تقراها على طول، مش محتاج ان انت تستهج الحرف ده خالص، مش محتاج ان تستهج الكلمه دي. هي الكلمه دي في اللغه العربيه اسمها حرف، مش محتاج انك تستهجاها وتقعد تبص فيها وما تعرفش تقراها، لا. وكلمه هل وكلمه انت، الحاجات دي لازم تكون عارفها خالص، حافظها وكاتبها اكتر من مره عشان بسهوله ايه تعرف تقراها، ساعه ما تلاقيها في قلب القطعه تعرفها على طول. هل انت في المنزل؟ ال 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 نطق الالف وايه؟ ها؟ ال 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 نطق الف ولام بس مع بعض، ماشي. ال هكمل الكلمه، هكمل الحرف اللي بعد اللام. وانا عملت اللام ليه على السطر يا حبايبي؟ ما عملتهاش كده ليه؟ ما عملتهاش كده لان اللام دي بتيجي في نهايه الكلمه، الشكل ده اللي انا مسحته ده بيجي في نهايه الكلمه. اما لما تكون الكلمه لسه ما خلصتش بحط قاعده اللام اللي هي كانت نازله على السطر كده، بشدها بعدلها كده، بقعد اعدل فيها لغايه ما افردها كده، بفردها على السطر كده. هل انت؟ انت في ال الايه؟ 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 المنزل، المنزل، لا ما ينفعش كلمة المنزل كلها على بعضيها، لازم انطق الألف واللام وحرف بعديها بس، الماء، ما، ما، يبقى الميم. تشبك الميم؟ طبعًا الميم تشبك. الماء، ما، يبقى الميم عليها فتحة. أمال ال ما حطيتش عليها إيه؟ أي تشكيل ليه؟ الألف حبايبي حرف ألف ولام اللي هو ال ده، الألف عليه فتحة واللام عليها سكون. عشان كده نطقناهم مع بعض. ال المن المن من من من، يبقى النون اهي، نون اهي، وبرده مش هكتب النون بالشكل ده. ليه؟ لان لسه الحرف ما خلص، لسه الكلمه ما خلصتش، فانا بعد قاعده النون عشان احطها على السطر عشان في حرف هيشبك بعديه. المن ن ن ن ن ن واقف عندي المن ن ن، يبقى النون هنا عليها ايه؟ سكون. المن زي زي، مش ذا، ما قالش ذا ذا، لو قال لي ذا هاخد دي، انما قال لي ايه؟ زي زي، ما حطش لسانه وبين سنانه وقال لي ذا، لو قال لي ذا كنت خدت دي، انما قال لي زي يبقى اخد دي. المن زي 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 زي, زي. هي ليه شبكت يا استاذ؟ لان الحروف يا حبيب قلبي، الحروف السته دول اللي هو الالف والدال والزال والراء والزاي والواو، ماشي خلاص، بتشبك في الحرف اللي قبليها بس، اما الحرف اللي بعديها ما تشبكش فيه خالص خالص. بس في كمان شرط، لو جم اتنين اخوات مع بعض زي دول كده مثلا، مش زا وزا لا، يعني مثلا الف بعديها مثلا واو، زي كلمه او أو، ده ألف يشبك في اللي قبله، طب ما فيش حاجة قبله خلاص. طب الواو الأستاذ بيقول لي تشبك في اللي قبله، ما هو تشبك في اللي قبله بس اللي قبلها ما تشبكش فيها. طب يعني إيه؟ يعني لو جم اتنين ورا بعض شكل بعض من الستة الإخوات دول ما بيشبكوش في بعض، يشبكوا في أي حرف غيرهم قبليهم بس. يعني النون هنا مش من دول شبكت فيه، الألف لا ده من ضمن الإيه؟ الحروف الست، يبقى ما تشبكش في اللي بعديها خالص اللي هي حرف الواو، ماشي. المنزل زل زي 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 زي، يبقى الزين تحتها ايه؟ كسره. المنزل زل ل ل ل لام لام، برافو عليك. المنزل واللام عليها سكون طالما انا وقفت عنده. ركز معايا هتلاقيني نطقت دول لوحديهم. ال من زل، ليه؟ لأنه ينطق الساكن مع اللي قبله، ما ينفعش انطق
وقف، لو قلت وجيت انطق اللام مش هعرف انطقها، لازم الساكن ينطق مع اللي مع اللي قبله، زي الجنين في بطن الام من اما بتتحرك وهو معاها، هو معاها ما مش فارقهاش. يبقى لازم انطق الساكن مع اللي قبله، الاثنين مع بعض ما يفرقوش بعض، فانطقهم مع بعض. قال ما اقولش لا كلمه وارجع اقول لا، يبقى انا وقفت عند الآه وارجع اكمل لا. لا انت شوف انا قلت ايه، قال يبقى اول ما وقفت وقفت عند الله قال، انما لو قلت لا ووقفت يبقى انا وقفت عند الالف. من لازم انطقها كده على بعضها، من لو قلت ما وهنطق النون لوحدها مش هعرف، ما نا نا دي مش نا نا يا استاذ، لا ده النا نون عليها فتحه، اما النون هي عليها سكون يبقى ما انطقهاش نا. امال انطقها ازاي؟ انطقهم مع بعض، من من منزل، هل انت في المنزل؟ طبعا دي علامه استفهام، سؤال اهو. ردت صاحبتها قالت لها ايه؟ لا 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 لا، يبقى لام. هي دي لا؟ لا طبعا مش لا. امال لا يعني ايه؟ قال لي لا مد طويل، لا يبقى لام الف. لام ايه؟ لام الف. يا اما حبيب قلبي تعملها بالشكل ده، شوف انا عاملها ازاي، وارجع اجيب حرف الكاف ده اهو، ده اهو السنه بتاعت الكاف ده، ده اللي هي حرف الدال، يعتبر الدال الكبيره اهي. بص بص اهي، لا هل انت في المنزل؟ لا. طب مش هعرف اكتبها كده يا استاذ. ما تكتبهاش كده يا سيدي، اكتبها كده عادي كده، وميل بقى الالف ده شويه. هل انت في المنزل؟ لا. لا دي فيها مد بايه؟ مد بالالف يا استاذ. نقطات اللام ما نقطتش الالف، طالما الحاجه اللي ما نطقهاش يبقى اكيد مد. لا. هل انت في المنزل؟ لا. لست لست لست، خدناها في الحلقه السابقه، لست لا لام عليها فتح، لس لس يبقى السين اهي بعديها، لس لس يبقى السين عليها سكون، لس عشان نطقناهم مع بعض، لس تو تو. ما اقولش ما قلتش تو تقعد تعمل لي واو، ما تعملش مد بسهوله، مش اي حرف تروح جاي شابك لي فيه مد، لا لا ما ينفعش. في مد قصير ومد طويل، او حركه قصيره وحركه طويل، لس تو. طب هعرفها ازاي؟ هحط التاء ده اهي عليها ضم، اسمها ايه؟ اسمها تو. طب ما هي لس تو تو، يبقى التاء وعليها ايه؟ ضم. قبل ما اعمل المد يا حبايبي لازم اكتب الحرف الاول فوق منه التشكيل بتاعه واقراه من غير مد. اذا جه نفس النطق هكتبه كده من غير مد، انما لما اقول ايه؟ كانوا، النون هنا عليها ضمه وعلى اهي دي اسمها نو، ما قلتش نو. طب انا هعرف يا استاذ، بيكلمونا كتير وبيعلمونا ومبقاش عارف المد مش من المد، عشان كده بقول لحبايبي اقرا كلمات كتير، اتعلم اقرا كلمات كتير. انت لو قراتها اكتر من مره لما يجي المعلم يقول لك انت او انت هتكتبها بالشكل ده، مش هتكتب فيها ياء. لست لو قراتها اكتر من مره، واكتب اللي اقراه يا ريت اكتبه، اكتبه مره واثنين وثلاثه، واقرا الكلمات من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، واقرا دي مره وارجع اقرا دي مره، اقرا دي مره، اقرا دي مره، اقرا دي كده، ما اقراش كمان يعني اقرا بالترتيب واقرا من غير ترتيب. انا لست، بتقول لها انت في المنزل؟ قالت لها لا لست، لا لست في المنزل. لست ايه؟ في المنزل. طبعا في المنزل احنا كتبناها، ها هنكتب ايه؟ لا لست او لا، بس هنخلي لست عشان خاطر تعرفها، لا لست يعني مش في المنزل. امال انت فين؟ خرجت خرجت، خ. طب هي اللي بتتكلم انت، اه. طب لو انت يبقى خرجت برضه، خرجت برضه هو بيتكلم عن نفسه، خرجت
تنفع للمذكر وتنفع للمؤنث، خرجت تنفع المذكر وتنفع المؤنث، خا خارا خارا را را. الراء شبكت ليه؟ لأن الراء من الحروف الستة اللي بتشبك في الحرف اللي قبليه. الخط الأحمر ده يعني معنى كده إن في حرف مشبوك فيه، والخط الأسود ده معنى كده إن الحرف اللي يجي بعده ما يشبكش فيه. خرج خرج ج ج جيم. خرج الجيم هنا عليه بقى؟ على سكون. خرج تو نفس الحرف بتاع لس تو. خرج تو هنطقها ازاي؟ هنطق الكلمه دي ازاي؟ هقطعها هقطعها ازاي؟ فين في حرف ساكن هنا؟ ايوه حرف الجيم، يبقى الراء تنطق تنطق مع الجيم. يبقى اذا دي تنطق لوحده والتاء تنطق لوحده. يعني اقول ايه؟ خا واقعد ساكت كده شويه؟ لا طبعا. خا وقف. خا رج انطق دي ما اقولش راجا، لا رج. خا رج تو. خا رج تو على ثلاث مقاطع اهو. خا رج تو لو قراتها اكتر من مره بالشكل ده هتلاقيني دايركت كده اوتوماتيك، يعني هتلاقيني على طول بعمل ايه؟ بقراها بسرعه اسرع من كده. فانا بقول ايه؟ خرجت خرجت مع مع من ضمن الحروف يا حبايبي اللي لازم تحفظها. مع ما ميم فتحه ما ما ع ما قلتش مع قلت ما ع. انهي عين يا استاذ؟ العين دي ولا العين دي؟ لا يا استاذ ما تنفعش العين دي. ليه ما تنفعش؟ عشان العين دي قاعده على السطر يعني مستنيه حرف يشبك فيه، اما دي في نهايه الكلمه. طب هي كده نهايه الكلمه؟ ايوه ما ع العين اهي. والحروف دي برضو كلمة مع برضو من ضمن ايه؟ الكلمات اللي تتحفظ يا حبايبي. مع خرجت مع أصدقائي. مش عايزين نقول أصحابي بقى، عايزين نقول أصدقائي عشان نشرح لها ايه؟ حاجة كده سريعة كده. أص 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 ص شوف ص ص ما قلتش أصدقائي. ما ينفعش أقول ايه؟ خرجت مع أصدقائي. لا لا أنت بتتدلع. لا أص 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 يبقى أول حرف مش الصاد، ما قلتش صا، قلت أ أص أص. يبقى الألف الأول أص أ ألف عليها فتحة عشان قلت أ أص ص ص ص ص. الصا والضا والطا الصا والضا والطا والظا بينطقوا من الحنجرة هنا مفخمين ماشي. أما السا والدا والزا بينتقم من ايه؟ طرف الايه؟ الفم او في بداية الفم من طرف اللسان. د تا سا زا ماشي؟ ها؟ أص أص يبقى الصاد. الصاد تشبك في الألف؟ لا ما تشبكش لأن الألف ما يشبكش في الحرف اللي بعديه أهو، يبقى الصاد لوحده. طب أعمل لها قاعدة ولا ما أعملهاش؟ أقعدها على السطر ولا ما أقعدهاش؟ طبعا أقعدها. ليه أقعدها؟ لأن القاعدة بتاعتها دي هيشبك فيها حرف تاني. أص يبقى الصاد عليها سكون. طيب هكتب الحرف اللي بعديه. ما أو ما لازم اقرا الحرفين الاثنين الاول عشان اكتب الثالث اقرا الحرفين، هكتب الرابع اقرا الثلاث حروف، لازم اقرا الكلمه من الاول. عايز اكتب حرف اللام اهو بعد ما خلصت لغايه هنا ازاي؟ لازم اقرا الاول المنزل. لا ما اقولش ما اكتبش ايه؟ زل. لا لازم انطق الحروف كلها عشان اكتب الحرف ده. أص دي دي أص دي 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 ما قلتش ضي اهو، ما قلتش ضي قصدي، لا قلت قص دي دي. يبقى الدال دي ما قلتش دي تروح جاي عامل لي بعدها ياء خالص. قصدي قا 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 ولا كا؟ ها قال لي اصدقاء. قالت خرجت مع اصدقائي ولا اصدقائي؟ قالت اصدقاء قا يبقى القاف. قا ليه ما شبكتش؟ لان الدال من الحروف اللي ما بتشبكش في الحروف اللي بعدها فيه. اصدقاء قا يبقى القاف مفتوحه اهي على فتح. اصدق قالت راح كده اصدقاء. ركز معايا، قالت لي قصدي قصدي. نطقت الالف والصاد والدال على طول، نطقت في 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 اقل من لحظه قصدي. وجاء عند كلمه القاف وقال ايه؟ قا.
دخلت فيها وقت قد اكتر من الوقت اللي نطق فيه الثلاث حروف دول، يبقى في مد اصدقاء قا. مد بايه بقى؟ قا. ها مد بايه يا حبايبي؟ ها مين يقول لي؟ برافو عليك، مد بالالف. طب ليه مد بالالف؟ لان يا استاذ الال الحرف اللي قبلها مفتوح، قلت قا ما قلتش قي ولا قو، قلت قا وطولت في القا، يبقى مد بالالف. طب الالف يشبك؟ طبعا الالف يشبك في الحرف اللي قبليه طالما مش من ضمن اخواته، يبقى اصدقاء. وعملت همزه هنا. لا يا استاذ ما تعملش همزه. ليه ما تعملش همزه؟ لان المد ما بيبقاش عليه همزه، مد الالف ما بيبقاش عليه ايه؟ همزه. اصدقائي. ده الف ما عليهوش همزه، هيجي بعديه الف تحتيه همزه. مفيش الفين اتنين بيجوا ورا بعض، مفيش الفين بيجوا مع بعض. ما عليكش دعوه بكتابه القران الكريم، كتابه القران الكريم لها قصه تانيه. اصدقاء اي. طب لما يكون في مد بالالف وبعديه الف مكسور، الف تحتيه كسر، مش قال لي ايه اصدقاء اي؟ لو قال لي اصدقاء اي هقول اصدقاء، ده مد بالالف، والحرف اللي بعده ألف مكسور، يكتب بنفس الشكل ده على إيه؟ على دي اسمها نبرة أو ياء، مش ياء تحط تحتها نقطتين، لأ همزة فوقها كده. ده كأنك أنت بالظبط كتبت لي الحرف كده بالشكل ده، بس ده كده ما ينفعش. أصدقائي، شوف قال إيه بقى؟ إيه، هو في ألف يجي بعديه مد؟ طبعًا طبعًا. اصدقائي المد يجي بعد اي حرف، بعد اي حرف، بس لازم يكون في حرف قبلي. اصدقائي الهمزه تحتها ايه عشان مكسور؟ اصدقائي وادي الياء. طب ما عملتش الياء كده ليه يا استاذ؟ لان الياء دي قاعده على السطر، يعني في حرف بعديه. بالله بقى الياء دي مش تيجي في نهايه الكلمه؟ طب هي في ينفع اي حرف ينكتب بعديه؟ لا، يبقى لو حرف هينكتب بعد الياء تنكتب الياء بالشكل ده. طب اخر حرف حاجه حرف الياء تنكتب ايه؟ اسيب رقبه الياء دي واكتب ايه القاعده بتاعتها والكاسه بتاعتها بس. اشوف بس الفيديو لو طول معاكم ايه، يبقى احنا كده كملنا الحلقه. جميل خالص، الحلقه دي جميله جدا. يا ريت، اتمنى حروف اللام الشمسيه لازم تتحفظ يا حبايبي. ها التاء والساء والدال والزال والراء والزاي، التاء والثاء والدال والزال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، 14 حرف من حروف اللام الشمسيه لازم تحفظهم كويس. حروف اللام الشمسيه يا حبايب قلبي يعني ايه؟ يعني الحرف ده اهو، حرف التاء او الساء، اي حرف من ال 14 لو جه قبليه في الكلمه الف ولام، لو جه الف ولام في الكلمه، كلمة أولها ألف وإيه؟ ولام، وجي أي حرف من الحروف ده يبقى أنت ما أنتش هتنطق اللام خالص، وهتنطق الحرف اللي جاي بعديه. أهو الحرف اللي جاي بعديه ده أهو، أي حرف بقى من دول هينطق كم مرة؟ مرتين. ليه؟ لأن هيكون عليه شدة وفتحة أو شدة وكسرة، شدة وفتحة يعني دول حرفين، الشدة دي فتحة، الشدة دي آسف، الشدة دي حرف والفتحة حرف تاني. شدة وكسرة، الشدة حرف والكسرة حرف. الشدة وضم، الشدة حرف والضم حرف. طب يعني هم حرفين مع بعض ينكتبهم؟ لا، هو حرف واحد بس نطق هينطق مرتين، هيتكتب مرة واحدة بس هينطق مرتين. أول مرة دائما بينطق عليه سكون، والمرة الثانية بينطق بقى السكون يعني شد، السكون يعني إيه؟ شد. والمرة الثانية بقى ينطق مثلا إيه؟ عليه فتحة لو كان مفتوح، عليه كسرة لو كان مكسور، عليه ضمة لو كان مضموم. يعني لو شدة وفتحة يبقى مرة عليه سكون ومرة عليه فتح، شدة وضمة يبقى مرة عليه سكون برضو الأول، سكون الأول ومرة عليه ضم، شدة وكسرة يبقى مرة عليه سكون ومرة عليه كسرة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما أمشي أحب أقول لكم اللي عايز يتواصل معايا على الواتس 010-211-699-41 ماشي. الجملة بقى اللي هي الواجب بتاعنا، الهوم ورك بتاعنا، هل أنت في المنزل؟ بعد كلمة المنزل يا ده اسمها ايه؟ يا مد بالالف اهو. يا ده الياء يا استاذ مد، الياء مش مد لان المد ما بيجيش في اول الكلم. يا اكتب بقى يا اسمك، اسم اختك، اسم صديقتك، اسم والدتك، اسم والدك بعد كلمه يا. هل بس انت، ها
هل أنت في المنزل يا مثلا أحمد؟ هل أنت في المنزل يا فاطمة؟ هل أنت في المنزل يا نهال؟ ماشي؟ هل أنت في المنزل يا هبة؟ لا طبعا. يبقى بعد كلمة بعد الياء ديت هل أنت في المنزل يا، وتكتب مثلا أحمد، فاطمة، محمد، اسم والدك، والدتك، أختك، أخوك، أنت اسم صديقتك، صديقك، صديقك، مش عارف إيه كده. لا لست في المنزل، خرجت مع أصدقائي، وتكتب لي بقى كلمة إيه اللي هو مورك بقى، إلى السوق. إلى السوق، السوق، أس، شوف نطقت الألف ونطقت السين بعدها، السو، نطقت السين مرتين أهو، عشان كده بقول نحفظ لام الشمسية، السوق، ماشي؟ وإلى القول الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.